باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. قراءات يوم الاثنين من الأسبوع السادس من الخمسين المقدسة. إنجيل عشية. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس مرقس البشير التلميذ الطاهر بركاته. على جميع عنا من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. يا جميع الأمم صفقوا بأيديكم هللوا لله بصوت لبته. آج مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. واجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء ما عملوه وما علموا به، فقال لهم: تعالوا أنتم وحدكم إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين فلم يجدوا فرصة ليأكلوا، فذهبوا في السفينة إلى موضع خلاء منفردين، فرآهم الجموع منطلقين وعرفه كثيرون فأسرعوا إلى هناك مشاة من كل المدن، فسبقوهم. فلما خرجا أبصرا جمعا كثيرا فتحننا عليهم، إذ كانوا كخراف لا راعي لها، فبدأ يعلمهم كثيرا. والمجد لله دائما.
جيل باكر. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس مرقس البشير التلميذ الطاهر بركاته. على جميع عينا من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. رتلوا لإلهنا، رتلوا لملكنا، رتلوا ورتلوا بفهم، لأن الرب ملك على جميع الأمم. مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. وجاء إلى بيت صيدا فقدموا إليه أعمى وطلبوا إليه أن يلمسه، فأخذ بيد الأعمى وأخرجه إلى خارج القرية وتفلى في عينيه ووضع يديه عليه وسأله ماذا تبصر، فتطلع وقال إني أبصر الناس كأشجار يمشون. ثم وضع يديه أيضا على عينيه فأبصر وشفي ونظر كل إنسان جليا، فأرسله إلى بيته قائلا لا تدخل القرية ولا تقل لأحد فيها والمجد لله بولس. فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى كنيسة رومية بركته علينا آمين. لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان ناموس عاجزا عنه بسبب ضعف الجسد، أرسل الله ابنه في شبه جسد الخطية ومن أجل الخطية
دان الخطية بجسده ليتم فينا بر الناموس نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فإن الذين هم جسديون فبما للجسد يهتمون، والذين هم حسب الروح فبما للروح يهتمون. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا، آمين. الكاثوليكون، فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس يوحنا الرسول بركته علينا، آمين. إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، لأن هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه. من يؤمن بابن الله فشهادة الله ثابتة فيه، ومن لا يصدق الله فقد جعله كاذبة، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. وهذه هي الشهادة، أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له ابن الله له الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت إليكم بهذا كي تعلموا أن لكم حياة أبدية أيها المؤمنون باسم ابن الله. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين. الإبراكسيس، فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم علينا، آمين. ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه، فأعلموا شاول بمشورتهم، وكانوا يحرسون الأبواب نهارا وليلا ليقتلوه. فأخذه التلاميذ ليلا وأنزلوه في السور في سل. ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكانوا جميعا يخافون منه غير مصدقين أنه تلميذ. فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه، وكيف جهر في دمشق باسم يسوع. فكان معهم يدخل في أورشليم ويخرج ويجاهر باسم الرب يسوع، وكان يخاطب ويباحث اليونانيين. أما هم فكانوا يريدون أن يرفعوا أيديهم عليه ليقتلوه. فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. وأما الكنيسة في كل اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، مبنية وسائرة بخوف الرب، وكانوا يزدادون كثرة بتعزية الروح القدس. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة، آمين. إنجيل القداس، قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع عينا من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا، آمين. خلص شعبك وبارك ميراثك، ارعهم
ورفعهم إلى الأبد. الرب عز لشعبه، هللويا مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. كل ما لأبي فهو لي، لهذا قلت لكم إنه يأخذ مما لي ويخبركم. بعد قليل لا ترونني، وأيضا بعد قليل ترونني، لأني ذاهب إلى الآب. قال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض: ما هذا الكلام الذي يقوله بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل ترونني ولأني ذاهب إلى الآب؟ فكانوا يقولون: ما هو هذا القليل الذي يقوله؟ لسنا نعلم ماذا يقول. فعلم يسوع أنهم كانوا يريدون أن يسألوه، فقال لهم: أعن هذا الكلام تتباحثون بعضكم مع بعض؟ لأني قلت لكم: بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل أيضا ترونني. الحق الحق أقول لكم: إنكم أنتم ستبكون وتنوحون، والعالم يفرح، وأنتم تحزنون، ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة حين تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، فإن ولدت الولد لا تعود تتذكر الشدة من أجل الفرح، لأنها ولدت إنسانا في العالم. وأنتم أيضا الآن تحزنون، وسأراكم أيضا فتفرحون، وفرحكم لا ينزعه أحد منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألوني شيئا. الحق الحق أقول لكم: إنما تسألونه من الآب باسمي فإياه يعطيكم. والمجد لله.